حملة فزعة، وهي عبارة عن تحرك لإسناد المزارعين الفلسطينيين في موسم حصاد الزيتون. الحديث سيكون مع منسق الحملة الأستاذ منذر عميرة. دعونا نرحب بها عبر السكايب. أهلا وسهلا بك أستاذ منذر. أهلا وسهلا. يعني دعنا نتحدث عن فكرة حملة فزعة. يعني فزعة هي من التراث الفلسطيني، من عمق التراث الفلسطيني. كانت تستخدم يوم ما حد بده يبني بيت، بده يروح يجد الزيتونات، بده يزرع، بده يحرث. هذه الحملة بالمعنى التراثي الفلسطيني، لكن اليوم فزعة هي بمعنى وطني أشمل شوي. فزعة اليوم هي للمزارع المقهور اللي بتعرض بشكل دائم لاعتداءات المستوطنين. فزعة هي للمزارع اللي يمنع من الوصول لأرضه. فزعة هي نعم، تفضل أستاذ أكمل، فزعة نحن هي معك. فزعة هي لل يعني لكل فلسطيني يتعرض لاعتداءات المستوطنين، تحديدا في السنوات الأخيرة. في السنوات الأخيرة للأسف تتعرض الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في موسم قطف الزيتون، الاعتداءات. كان موسم قطف الزيتون هو موسم فرح للمزارع الفلسطيني نعم. والفلسطينيين بشكل عام، لكن في هذا الموسم اختلف، أو في المواسم الأخيرة اختلف الظرف. أصبحت اعتداءات المستوطنين أكثر شراسة، أصبح المواطن الفلسطيني يعني خائف على عائلته، على شجراته، خائف على نفسه كمان. يعني ما احنا احد اخواني اللي كان موجود في التقرير بقول الوضع هون بخوف حقيقة، بخوف. انا يعني اذا بدي احكي لكم امبارح الاعتداء اللي تم على حملة فزعة، يعني كان اعتداء يعني كبير جدا. يعني قديش احاول اوصف، بعرفش اقدر اوصف. اخبرنا بتفصيل استاذ، يعني شو طبيعة الاعتداءات؟ هل هي ضرب؟ يعني ما هي طبيعة الاعتداءات التي كل يقوم شيء بها ممكن المستوطنين؟ تتخيله. يعني اعتداء، بدي احكي لك عن اعتداء امبارح. امبارح احد المواطنين من قريه كيسان قام بالاتصال فينا اننا احنا بدنا فزعه، انا مش قادر اصل الارض اللي انا زرعتها فيها تقريبا 300 زيتون. جمعنا وانطلقنا صباحا مع المزارع باتجاه الارض. اولا يعني حاولوا المستوطنين منعنا، كانوا تقريبا 10 مستوطنين، ما مشينا ووصلنا الارض. اولا الاعتداء الاول، اولا منعنا من الوصول للارض. الاعتداء الثاني، سرقة المحصول، لقينا المحصول مسروق بشكل كامل تقريبا، يعني مش موجود واحد 1% من المحصول. اثنين، بعد ما هم ملقطين المحصول واضح انه حاطين مواد كيميائية على الشجر وقتلوا الشجر. بعديها قلنا بدنا نحاول نسك الشجر، جبنا مي بدنا نسك الشجر عشان نحاول إعادة إحياء الشجر. في لحظات احنا كنا تقريبا 25 شاب وصبية، نعم، ومن ضمن متضامنين أجانب، وحتى كمان متضامنة إسرائيلية من كل مكان. يعني أكثر تعبير يعني بقدر أعبر لك عنه مثل الأفلام الأكشن هاي اللي فيها الزومبي، من كل محل بيطلعوا بيضربوا حجار، معهم عصي، بيضربوا اللي بيلاقوه، معهم سكاكين، معهم غاز، كل الاعتداءات ممكن تتخيليها. هل يتم الاعتداء على المزارع الفلسطيني بالسكين من قبل المستوطنين؟ طبعا بالسكاكين وبالعصي. وانا يعني انا خلينا اكمل لك القصه. نعم، اضطرينا نتاج لاعدادهم المهوله، يعني بتحكي تقريبا يعني 70 80 مستوطن وكلهم شباب صغار وبعنا نساء. حاولنا التراجع للخلف، خلال تراجعنا للخلف قاموا بالاعتداء على اول متضامن، فاعتقد فرنسي، رجعناها. وإحنا نرجع زاد ضرب الحجار وزاد الاعتداء. واضح إنه واحدة من المتضامنات الإسرائيليات أستاذ منذر، هل أنت معنا أستاذ منذر؟ ننتظر أن يعود لنا الأستاذ منذر عميرة، منسق حملة فزعة للتضامن مع المزارع الفلسطيني. يعني كما ذكر، هذه الحملة نشأت لأنه منذ سنوات أصبح هنالك اعتداء على المزارع الفلسطيني من قبل المستوطنين من جهة، ومن قبل سلطات الاحتلال من جهة أخرى. هنالك اعتداء بالضرب
بكافة أشكال الضرب، وهنالك اعتداء من حيث أنه يمنع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه. حقيقة نحن يعني من المهتمين جدا بسماع فكرة هذه الحملة، وأيضا استكمال القصة مع الأستاذ منذر، القصة التي بدأ الحديث عنها حيث تم هنالك اعتداء يعني الأمس، قصة اعتداء جديدة على المزارعين الفلسطينيين، وكما كان يذكر هنالك اعتداء شديد جدا بالضرب بالسكاكين والحجارة والعصي وما إلى ذلك. حتى المتضامنين من جنسيات أخرى لم يسلموا من اعتداء المستوطنين. نرحب مرة أخرى بالأستاذ منذر عميرة، منسق حملة فزعة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ منذر. أهلا وسهلا أستاذ. كنت يعني تتحدث كنت تتحدث عن قصة اعتداء حدثت بالأمس معكم أنتم المزارعين الفلسطينيين، تفضل أكمل. يعني هذا اعتداء جسدي ومادي، لكن هناك اعتداءات أخرى مثل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. يعني إذا بنتحدث عن أرض في الجانية كنا فيها قبل أيام، من عام 1988 صاحب الأرض ما استطاعش الوصول لهذه الأرض بدون أي قرار، لا قرار محكمة ولا قرار عسكري، مجرد أنه موجود مستعمرة إسرائيلية على أطراف هاي الأرض كانوا بمنعوهم من الوصول. استطعنا الوصول لهاي الأرض. الاعتداءات، حرق أشجار الزيتون، كل هاي أنواع اعتداءات متعددة، سرقة الثمار، حتى مش بس عن الشجر. يعني في لحظة من اللحظات ممكن أنت تتعب طول اليوم تلقط زيتوناتك، وفي آخر اليوم يجي مستوطن يحمل الزيتونات ويحطهم على الجيب ويشرب قوة السلاح. يعني هاي كلها اعتداءات للأسف المزارع الفلسطيني يواجهها وحيدا. جينا في فزعة في محاولة لمساندة هذا المزارع، وإنه نقول يعني في هذا بس معلش قبل ما تكمل الأمر. أستاذ منذر، أنت كنت عم تحكي لنا عن قصة الأمس وما أكملتها، يعني أنه حدثت الاعتداءات بالأمس. يعني إذا بدي أكمل قصة الأمس، للأسف يعني هذه المتضامنة بعد ساعتين تجابولها الشرطة الإسرائيلية، تجابولها الأمبولانس، مع العلم أنها إسرائيلية، لكن مجرد تضامنها مع الشعب الفلسطيني لم تعد جنسيتها يعني مهمة لدى لا الجيش ولا الشرطة. اليوم حتى اليوم هي موجودة بالمستشفى، للأسف هناك تضرر في الرئة وكان محاولة طعن لإلها. يعني أسلوب بربري همجي إرهابي يمارس المستوطنين ضد أبناء شعبنا وضد أي شخصية ممكن توقف تقول هذا حق فلسطيني، حق الفلسطينيين في الوصول لأرضهم. نعم. من هذا المكان، من هذا الاعتداء. طبعا كمان احنا كلنا يعني في الأيام يعني السيارات تم إحراقها، فيعني فيش شيء يعني ممكن يخطر على بال بشر إلا وهذول الإرهابيين ممكن يمارسوا ضد أبناء شعبنا وضد مزارعينا في محاولة للتفريق بين الفلسطيني والأرض. الأرض اللي هي اليوم هي عنوان الصراع، الأرض اللي كل يوم استشهد شباب عشان هاي الأرض، كل يوم في أسرى بيعانوا الأمرين من أجل هاي الأرض. بالتالي إحنا فزع جينا من أجل الحفاظ على هاي الأرض ودعوة المجتمع الفلسطيني للتوجه للأرض وحماية هؤلاء المزارعين، وأن نكون كلنا معهم. يعني بصراحة حملة فزع حتى الآن هي استطعنا الوصول إلى العديد من المزارعين صحيح، لكن في كل قرية فلسطينية بحاجة لفزع. نعم. كل إطار مستوطنة بحاجة لفزع، أن الناس يقفوا مع بعض ويساندوا بعض في موسم قطف الزيتون من أجل موسم آمن للعائلة. طب أستاذ منذر، أنتوا في حملة فزع فعليا شو بتعملوا؟ يعني هل فقط في حال أنه وصلكم أنه في اعتداء بتجمعوا بعض وبتيجوا بتفزعوا لهذا الشخص؟ نعم صحيح. يعني هاي الفكرة من فزع، إحنا يعني حماية المزارع، وأنه نكون موجودين. في مزارعين بخافوا ينزلوا، يعني مش على في نفس المكان المزارع، في مزارعين كثير بيكونوا خايفين ينزلوا على أراضيهم نتاج لاعتداءات سابقة. بتم الاتصال التواصل معنا، وبناء عليه إحنا بنتحرك، بننظم حالنا، بنرتب حالنا، بنعمل دعوات كمان مش بس لفزع، كمان للنشطاء في كل أنحاء الضفة الغربية، للنشطاء في نفس المحافظة اللي بنروح عليها. إحنا تقريبا يعني المحافظات الأكثر استهدافا هي محافظة نابلس، شرق رام الله، سلفيت،
هذول أكثر محافظات تتعرض في موسم قطف الزيتون لاعتداءات يعني. نعم. واستطعنا كسر محرمات كثيرة مثل موضوع التنسيق، إنه على المزارع التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي للوصول للأرض. يعني خلال هذا العام وصلنا على الأقل 3 قطع أراضي مع أصحابها بدون أي نوع من أنواع التنسيق، وحاولوا طردنا من الأراضي وإحنا رفضنا، وبقينا يعني مستمرين في العمل. نعم. طب أستاذ منذر، حتى نصف الوضع أكثر للمشاهد، الأراضي الفلسطينية هي موجودة ضمن مناطق الضفة الغربية، لا يوجد حواجز فعليا بين بيت المزارع وأرضه، لكن يحدث الاعتداء من قبل المستوطن. المستوطن بينزل من مستوطنته اللي هي يفترض أنها تكون محجوزة أصلا عن الأراضي الفلسطينية. صحيح. يعني الاعتداء بتم للأسف، يعني الأراضي الفلسطينية لا زالت بعد اتفاقية أوسلو مقسمة ألف باجين. نعم. معظم الاعتداءات أو 80% من الاعتداءات تحصل في مناطق سي اللي هي المفروض تحت كامل السيطرة الاحتلال الإسرائيلي. لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بتمرير السلطة. هاي الأراضي كان مفترض بعد توقيع اتفاقية أوسلو ب5 أعوام أن تكون جزء من الدولة الفلسطينية أو جزء من السيطرة الوطنية الفلسطينية، لكن حتى الآن هي جزء من السيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولا زالت، وبالتالي هناك حماية للمستوطن. المستوطن بيجيش بالعادة وحيد، يا إما بكون هو مسلح وأعداد كثيرة، يا إما بحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، وبالتالي كل هاي الاعتداءات اللي بتتم بشكل منظم. يعني كانت يعني أو على الأقل في السنوات الأخيرة من الواضح أن هناك مثل فتية التلال، رجفيم، العديد من المنظمات الإسرائيلية التي أصبحت تنظم أنفسها في حملات من أجل الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين. حملات ممنهجة مش مجرد يعني. طبعا لا منظمات، أنت بتحكي عن منظمات، واضحة مبارح الاعتداء اللي صار علينا من قبل أشخاص ملثمين، مش من قبل يعني حدا مزارع أو ساكن في هذه المنطقة. هناك مجموعة من الشباب الملثمين اللي قام بالاعتداء علينا، لأنه كمان بيجي بقصد القتل. يعني بالأمس هاي المتضامنة، يعني بس رحمة رب العالمين اللي أنقذتها، اللي بشوف الفيديو وهمجية طريقة الاعتداء عليها بقول إنه هذول مش بني أدمين بالمطلق. يعني حتى على الإسرائيليين، يعني هاي هذه متضامنة يهودية، وبالتالي بالرغم من يهوديتها لم تشفع لها، لأنها متضامنة مع الشعب الفلسطيني وتم الاعتداء عليها بشكل وكأنها يعني لأنها غير صهيونية، يعني لم تؤيد دولة الاحتلال. هي بالمطلق أكيد غير صهيونية، لكن هي ديانتها يهودية ولغتها عبرية، حاولت تستغيث، لم يعني ذلك شيء لدى هؤلاء البرابرة، وبالتالي حتى اليوم هي موجودة في المستشفى، ويعني لطف رب العالمين هو اللي أنقذها فقط. نعم. شكرا جزيلا حقيقة الأستاذ منذر عميرة، منسق حملة فزعة، نرجو لكم يعني التوفيق حقيقة في فزعتكم. شكرا لك. إن شاء الله.